المشاهدين اهلا وسهلا بكم في برنامج البحث العلمي في حلقه جديده زي ما عودناكم كل مره ان احنا قلنا ان احنا هننوع في الحلقات بتاعت البرنامج. زملائنا الاعزاء من الجامعه بيدرسوا خارج الوطن، احنا عملنا معاهم لقاءات، كان معانا الدكتور هيثم السيد من جامعه لندن، وقبله كان معانا الدكتور حنين من جامعه نوتنغهام، وان شاء الله مستقبلا هيبقى معانا بعض الزملاء الاخرين. وفي حلقات الهواء من داخل الجامعه كان معانا قبل كده الدكتور احمد عبد الله استاذ الزراعه والدكتور امين في كليه العلوم. النهارده معانا نقول احدث مدرس بكليه العلوم قسم الفيزياء دكتور محمد عز الدين، مدرس بقسم الفيزياء شعبة الجوامد، دكتوراه من المجر في تطبيقات المواد النانومتريه، تطبيقات النانو تكنولوجي في الخواص التركيبيه. بنرحب بك دكتور محمد. دكتور محمد، احنا عايزين نبدا بقى بما ان حضرتك لسه راجع، احدث مدرس ولسه راجع من بره، ف مش عايز اقول لحضرتك اوصف لنا شعورك بعد ما رجعت مصر. و طبعا انا عارف ان البحث العلمي بره بيختلف عن الوضع هنا، بس اكيد طبعا رجوع حضرتك لارض الوطن، واكيد في حضرتك في دماغ حضرتك افكار كتيره قوي ازاي هتطور من البحث العلمي هنا، اذا كان الدراسه هناك كانت على نفس المستوى هنا او اعلى شويه، ازاي نرفع من مستوى الدراسه هنا. يعني عرفنا بنفسك اولا بقى في نوع الدراسه اللي كان في المجر وموضوع الدكتوراه. في الاول انا محمد عز الدين محمد عباس، زي ما قال الدكتور محمود احدث مدرس، لان كان تعييني كان امبارح مجلس الجامعه 25/5. تعينت في الجامعه 3/2003، اخذت الماجستير سنه 2006. رحت منحة ألمانيا البارون 6 شهور 2008، وبعد المنحة دي قررت إن أنا يطلع برا دكتوراه كاملة يا إما أقعد في مصر. فأنا قعدت منتظر إن أنا أحصل دكتوراه من الخارج يعني. قدمت على منحة، المنحة دي منحة تنافسية، يعني كنا مقدمين حوالي 78 واحد، اختاروا مننا 2. كنت مقدم بروبوزل عن الخواص الميكانيكية للمواد، وكنت رابطها بصراحة بال يعني استغليت وجود محافظه قنا ان في مصانع كتير حوالينا وخاصه مصنع الالومنيوم. فانا كنت رابط البروبوزا بصراحه بالتنميه الصناعيه. وده خلى المسؤولين اللي كان حتى العون التربيه الدكتور محمد حمزه والقنصل المجر واحد من الصناعه. فانا ركزت في البروبوزا على الموضوع اللي هو التطبيقات الصناعيه وتطبيق الخصائص الميكانيكيه وتاثيرها على صناعه الالومنيوم. فالحمد لله يعني من 78 اختاروا 2، كنت الحمد لله واحد منهم. المنحه دي من احدى المشروعات اللي هي تعاونيه او المنح مقدمه للدوله تعاون معاملة البعثات. بالظبط، مع اداره البعثات اللي تبع وزاره التعليم العالي. بالظبط. والحمد لله ربنا اكرمني بالمنحه دي وسافرت. طبعا يعني كان في مقولات سابقه الدكتور محمود خضاري كان بيقول ان واحد لو طلع بره ورجع راح مطار وزاره الطاقه واخذ دكتوراه. فعلا السفر بره يعني بيفرق كتير مع الباحث العلمي. والسفر بره ده مهم جدا جدا جدا، بيخليك تتعلم حاجات كتير، بتستفاد بحاجات كتير، لان الاستفاده والتعليم ما بيكونش فقط بالتدريس او التدريب، لا هو نقل خبرات، التعامل، السيستم اللي هناك، انك انت لما دايما لما تسافر بره بتتحط داخل سيستم، فانت لازم طبعا بتمشي بالسيستم ده والاسلوب ده، فكتير من شخصيتك بيتغير. اعتقد ان شاء الله يكون ده الاحسن. هل نقطة كده سؤال مهم جدا برضه شباب الباحثين عندنا، هل طموح السفر كافي لما انت عندك رغبة انك تسافر، هل كافي للحصول على المنحة؟ لا، طموح السفر فقط لوحده غير كافي. كل الناس عايزة تسافر بس مين بيسافر؟ فهو لا، انت عشان تعرف تسافر اولا بعد الريكويرمنتس اللي المتطلبات اللي الباحثين عندنا يبقى عندهم على الاقل المين ريكويرمنت للموضوع انه يسافر او يحصل على منحة. هو في البدايه طبعا يعني انا نفس الاخطاء اللي انا عملتها تلامذتي او زملائي او طلبتي ما يوقعوش فيها، يعني من الاول كان الواحد يعني غرضه انه يسافر لاجل السفر فقط. تمام. يعني الواحد كان حتى الواحد كان في المراسلات والاكسبتنس جاست سنت. لكن لا، عشان تسافر حدد انت عايز ايه؟ حدد انت عايز لما ترجع، ان كده كده هترجع مصر. بالظبط. لما ترجع مصر هل انت اشتغلت عليه ده؟ هل هيفيدك؟ هل هتقدر تكمل من نفس المكان اللي انت فيه ولا جاست انك اخذت الدكتوراه من بره اتعلمت بره ترجع مصر ترجع بقى للشغل القديم اللي انت طالع؟ لا، لازم يكون لك اسال نفسك انت عايز تطلع بره ليه؟ عايز تتعلم ايه؟ وهل هتتعلم ده قادر انك تقدر لما ترجع مصر تطبقه ولا خلاص مرحله انتهت في حياتك؟
انا بنصح زمايلي اللي عايزين يسافروا، لا انت شوف انت عايز تحدد في مراسلاتك، يعني احسن طريقه للمراسله انك تكون متابع مع احد الاساتذه اللي بره من الابحاث بتاعته، وتشوف هو شغال في ايه، وتشوف هل ده قريب منك ولا لا، وابدا مراسلته من هذا الطريق. واعتقد حاجه تشتغل فيها يكون عندك لك الاساسيات، عندك البيز ده اكيد عشان تبدا صح، انت تبعت له السي في ويبص على السي في بتاعك بالظبط. فلازم يكون في كومن بوينتس، يعني في نقط مشتركه بينك وبينه بالظبط. بس انا نصيحة انك راسل الشخص ده، خلي فيه علاقه قبل ما تقول عايز اكسبتنس او عايز تقول، خلي فيه علاقه بحثيه بينك وبينه، ابعت له البحث ده انا قريته مش فاهم كذا، محتاج توضيح كذا، هم فريندلي جدا بيجاوبوا ويردوا على الناس. فدي اول طريقه انك تبني علاقه مع استاذ بره او مدرسه بره، انك تقرا ابحاثه وتشوف مدرسه شغاله في ايه، تشوف الاكيومنت اللي هناك ايه ظروفها، هل تقدر لما ترجع مصر تقيس على نفس الاجهزه ما يقدرش. فدي اول طريقه انك تحصل على علاقه مع ناس بره. بعدين انك انت تدور على الفند بيجي من فين، ما تخليش تركيزك كله مع البعثات، ما تخليش كل تركيزك مثلا لا في ده. انا حاليا حضرتنا بشوف مع الدكتور محمود، فقال لنا في اكتر من مصدر تمويل، في الاس تي دي اف، في الار دي اي، في الهوريزون بلس، ففي اكتر من مصدر التمويل. فانت اول حاجه ابني علاقه، دور على مصدر تمويل، المهم جدا جدا مش تبعت ايميل وفي السي في بس، لا لازم يكون عندك بروبوزل تخليه هو ينجذب ليك. يعني انا معانا احد الزملاء المصريين هو حاليا في المجر، راسل يعني احسن استاذ في القسم عندي، هو استاذ ويل نون يعني في الاستراكشر، فهو ما بيقبلش طلبه بسهوله يعني. فلقيته جاي المكتب بيقول لي ايه رايك في الفلان بتاع جامعه كذا، هو من جامعه طنطا، فبيقول لي بعت لي بروبوزل يعني مكتوب بطريقه انا ما اقدرش ارفضه. فهو مهم جدا انك تكتب بروبوزل كويس عشان تقدر تعمل تجيب اكسبتنس، تقدر تبدا اجراءاتك في موضوع السفر. لكن الطموح لوحده مش كفايه، لازم اشتغل على نفسي، اقوي نفسي في اللغه، اقوي مش اللغه مش ان انا اخد توفل ولا اخد لا اللغه لازم تنمي نفسك، تعرف تعمل حوار بالظبط، تعرف تتكلم، تعرف تسمع كويس. واعتقد ان يبقى عندك البيزك في التخصص بتاعك، يعني تقدر انتروديوس اكيد يور سيلف اكيد اكيد. وكمان مهم جدا ان الواحد يتعلم يعني النشر سواء ماجستير او دكتوراه، مهم جدا انك تكون ناجح، على الاقل في ماجستير معك بحث او اثنين بيساعدك جدا لما تطلع بره. اعتقد النتيجه الطبيعيه لاي شغل بحث علمي اللي بيبقى فيه نشر طبعا صح. ان شاء الله يعني من الاهتمامات يعني انا يعني من النقاط اللي ممكن تكون سؤال مستقبل حضرتك، ايه اللي ممكن ينمي البحث العلمي في داخل الجامعه مثلا؟ لا ان اربط الماجستير والدكتوراه بابحاث منشوره فعليه بالظبط. لان زمان كان وانا في الماجستير قال لك لازم يكون معاك بحث مقبول، فاحنا كنا نروح نرسل المؤتمر، المؤتمر يبعت لك اكسبتنس ده خلاص، وانت رحت المؤتمر ولا شفت المؤتمر. لا انا رايي بصراحه ان يكون في بحث منشور مقبول في مجله ومجله يعني اتليست تكون مجله في التخصص ريسبكت يعني. يعني حتى لو نص باك فاكت بالظبط، بس يكون بحث منشور مجله محترمه بالظبط. فلازم يربط منح الماجستير او الدكتوراه بالنشر. يعني انا في المجر عشان اقدر يعني برضه انا يعني ممكن اعمل دعايه شويه للدراسه في المجر، لا مش مشكله، لان انا البلد دي اثرت فيها جدا. الدراسه في المجر من احسن الدول اللي تنفع مع البحث المصري، الدراسه في المجر. ليه؟ اول حاجه يعني بعض الدول الاوروبيه الاخرى جاست انك تكتب رساله وخلاص، لكن في المجر الاول لازم تجمع 180 كريدت، ده اللي هو النظام الامريكي النظري فال 180 كريدت دول بيجوا من حوالي اتليست 8 كورسات ممتاز، والثمان كورسات دول امتحان فيه اورال. اوكي. ويكون يعني مش رايت لا. يعني حتى انا اول امتحان طبعا انا طالع في سيستم مصر. متعود ان انا اكتب يعني. اول بروفيسور اداني السؤال فانا قعدت اكتب، قال لا انا مش عارف تكتب، اطلع السطور اشرح. فاول حاجه مهمه جدا بيديك فرصه، اولا كسر حاجز الخوف، لقيت واحد يعرف يتكلم قدام اي مؤتمر ويقول مش بيتكسف مش خايف، خلاص كسر الحاجز النفسي. ثمان كورسات. بعد 8 كورسات دول بعد 3 سنين لازم تعمل كواليفيكيشن، امتحان قدام لجنه من 7 يسالوك في الفيزياء من A to Z. هل انت تصلح انك تقدم رساله فيزياء ولا لا؟ هل تصلح تكون فيزيائي ولا لا؟ تمام؟ على عندك الاساسيات انك تكون فيزيست. تمام؟ لجنه من 7 يناقشوك. يعني انا كان بالنسبه لي الفاينل اكزام ده يعني اكبر عقبه في حياتي، خايف منه جدا. فكنت يعني انا اول يوم في المجال وانا بحضر نفسي للامتحان ده، فكنت عم بذاكر في كل مجالات الفيزياء مش جاست المجال بتاعك بس. بعد كده الامتحان ده تعدى الامتحان ده، تكتب يكون معاك اتليست بحثين، واحد فيهم في وسط اسره
في على الاقل بحثين ده لحد الادنى. طبعا ما زاد هو افضل يعني. كويس. بعد كده ممكن تقدم رساله. ده بيأهلك في النهايه ان انت تبقى حاصل على دكتوراه في فلسفه العلوم تخصص فيزياء وانت عندك كل المقومات اللي تخليك مؤهل للحصول على زي الدرجه. وبعد ما تقدم الرساله تعمل في الهوم ديفنس. اوكي. الهوم ديفنس ده للقسم كله. يس. هل القسم موافق ان الراجل ده يقدم دكتوراه باسم القسم ولا؟ بالظبط. بتعرض الرساله كامله معاك من يوم من الساعه 8 للساعه 4 العصر. القسم كله موجود معاك. شابتر 1 شابتر 2 شابتر 3 شابتر 5 انك هتقوم درجه علميه من القسم نفسه. بعد كده بتروح المجله المتحكمين تمام، يجي له رساله يبعت لك الريبورت بتاعتك ترد على الريبورت. بعد كده يعمل لك لجنه من سبعه تمام. بعد اللجنه من سبعه تعمل لك نقش عليها. بعد كده يجمع كل الدرجات دي وفي الاخر يكتب التقدير النهائي. تصل بقى اذا كان مؤهل للحصول على درجه دكتوراه. لا يعني السيستم ده لما انا كنت في الهند برضه كان شبيه بحاجه زي كده، بس كان الكورسات اربعه بس مش ثمانيه، وتمتحن ولازم تاخد تعدي في المقررات دي قبل حتى ما تفكر تسجل موضوع الدكتوراه. كان لازم تعدي الاول في الكورسات ده بيسموها المتطلبات الاوليه للتسجيل على درجه الدكتوراه. طب يعني احنا عايزين نشوف هل كان في ربط بين شغل الماجستير والدكتوراه؟ بعيد شويه. هو يعني حظ الثاني في تراكيب. انا كنت شغال في الكريستال بعد شغال في الامورفس. يعني بس ده يعني في المواد في الماتيريال. لا 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 بس داخل الماتيريال نوعين من التركيب مختلفين. اه طبعا اشتغلت انا حبيت ان انا يعني اتفرد بنقطه معينه اللي هو الخاص الميكانيكي. حاجه زي ما عارف عندنا قسم الفيزياء مثلا ما فيش حد شغال خاص ميكانيكيه، ففي علوم سؤال مش حد شغال خاص ميكانيكيه، فانا حبيت ان انا النقطه دي اغطيها يعني بحيث لما اجي يبقى في تعاون مع الزملاء الاخرين. يعني حضرتك بتحضر مواد، نعمل تاني بحضر مواد، انا ممكن احضر شغل خاص الميكانيكيه ودرست فيه جامد يعني حتى ما اكتفيتش بشغل الدكتوراه بس تعلمت على كل الاجهزه بتاعت الخاص الميكانيكيه بحيث ان انا لما ارجع مصر ان شاء الله يعني انا من احلامي ان انا ابني معمل ان شاء الله خاص ميكانيكيه وهنقدم ان شاء الله في كل المشاريع باذن الله حضرتك ان شاء الله خير. موضوع الدكتوراه بقى احنا لو خدناه بايجاز هو الخصائص الميكانيكيه للماتيريال عموما، هل كان في ماتيريال معينه اشتغلت على البالك جلاس ماتيريال بي ام جي؟ المواد دي مواد يعني امورفيه حظ ما عارف ما فيش فيها ديفكتس اللي هو ديسلوكيشن او هي مواد انترستد انك تشتغل عليها خاص ميكانيكيا. هو المجموعه اللي انا شغال معاها مجموعه بتهتم بالريسيرش مش بالابلكيشن. اوكي تمام. بس اكيد المواد دي ليها مين ابلكيشن؟ اه ليها ابلكيشن بس هو يعني كان اهتمامنا كله يعني الخصائص الميكانيكيه المواد بتحسين الخصائص الميكانيكيه المواد دي. هي مواد تستخدم في الكمبيوتر، تستخدم في الهارد في الهاردوير، تستخدم في الطيارات، يعني ليها ابلكيشن عادي. فاحنا كنا هدفنا ان ازاي نحسن الخصائص الميكانيكيه للمواد دي. بس ما كنا بنضيف بعض المواد الاخرى معاها التركيبيه، بنقيس الهاردنس النانو هاردنس، عملنا مابينج للهاردنس بتاعت المواد دي. فيعني حتى يعني الابحاث اللي بتنشر بسهوله جدا ما طلبناش في النشر. يعني معظم زمايلي في النهايه حتى المجانين بيتاخروا في موضوع النشر، لكن الحمد لله الريزلتس اللي حصلنا عليها كانت متميزه يعني جديده يعني. هل شغل حضرتك هنا ان شاء الله يعني هتبني مدرسه في موضوع الخصائص الميكانيكيه للمواد عموما سواء كانت بالك كلاس ماتيريال حتى فصل بس ان شاء الله باذن الله تبقى مدرسه كبيره باذن الله وتبقى من الاساتذه المتميزين في هذا التخصص. مش هتقتصر طبعا على البالك كلاس ماتيريال، هل في مواد ثانيه اكيد يعني؟ شايف حضرتك تنقل الخبره اللي حضرتك اكتسبتها من المجر ودراستك في هذا الموضوع لشباب الباحثين الموجوده عندنا؟ طبعا مش هقول خصوصا في قسم الفيزياء لان خصائص الميكانيكيه ممكن يبقى هندسه برضه، واعتقد بعض المصانع الخارجيه برضه ممكن يبقى في ربط بينها. شايف حضرتك ده هتبدا فيه ازاي؟ هقول لحضرتك حاجه يعني هبدا في الصناعه يعني. انا زي ما قلت لحضرتك انا بدات بالبروبوزل ان انا عملت المين اللي بتاعي بصنع المين. انا عرفت ان هم بيشتغلوا خاص ميكانيكي. فعرضت على المشرف بتاعي قلت له انا عايز اعمل اتفاقيه بين جامعه جبل الوادي ومصنع الالومنيوم والجامعه بتاعتي في المجر. قلت له شنو دي رقم واحد في المجر ومن اول 200 جامعه في العالم. ممتاز. فقلت له عايز حضرتك تبعت جواب للسيد رئيس الجامعه ومصنع الالومنيوم تدعوهم ان يجوا يزوروا المجر ان هم شامل الاقامه كامله لغايه ما يمشوا يعني. حتى كان في لي اتصال مع الدكتور عباس بالموضوع ده يعني. وفعلا الدكتور عباس رحب جدا واتصلت عليه قال لي جو هيد
واداني دعم معنوي رائع يعني. ممتاز. المشكله بقى منين؟ من مصنع الالومنيوم. ليه؟ مين يدفع كمان تذاكر الانتقالات بتاعت الشخص ده سواء اللي هي المصنع يعني؟ هم ما عندهمش حاجه تغطي ما عندهمش منطقه. فانا بقول البشر بتاعي يعني فقال لي يعني انا ما عنديش ان انا يعني هو لازم برضه يثبت لي ان هو عايز يجي. يس. بس هو الموضوع واقف على كده. يعني كان نفسي نعمل الاتفاقيه دي لان الناس دي متميزين يعني اكسبيرتس في الالومنيوم. في بعض المنح خاصه بتبقى بالسفر فقط تدي لك ترافل يعني بيغطي الكون من دون ما الاستضافه بيغطي كونفرنس او بيغطي ميتنج علمي. فممكن اقدمه بروبوزل او اقدم حضرتك بروبوزل للاس تي دي اف يغطي لحضرتك كفر للترافل كوست دي. والله اطرحه. احنا انا برضه يعني برضه انا جبت المشرف بتاعي هنا كان ورك شوب مع جبت المشرف بتاعي جبت رئيس القسم جبت احد احسن واحد متميز في القسم كبوست دوك وجو معايا القسم وشافوا الجامعه وراح مصنع الالومنيوم وشافوا المصنع والناس يعني التعاون حتى لو في نقاط احنا نقدر نتغلب عليها ان شاء الله من خلال ان احنا نقدم بروبوزل لهذا التعاون. وانا اعتقد ان السي دي اف او وزاره البحث العلمي في عندها بول مخصص للاتفاقيات فان شاء الله باذن الله احنا نشوف الناس ما فيهمش اي مانع لا نشوف القصه دي ونغطيها حتى لو بتبقى اتفاقيه عن طريق الاكاديميه كمان وهو اوريدي في برنامج تعاون مشترك اعتقد ان في بعض البوينت انك تقدر تعمل ميتنج او تعمل ورك شوب. هو اللي عارف ان حاليا في اتفاقيه ان 5 طلاب من مصر يسافروا كل سنه ماجر الدكتوراه يعني. ده الدكتوراه. اعتقد ان الاتفاقيه دي فيها بنود اخرى غير الدكتوراه. احنا ممكن برضه نتابع ونشوف البنود الاخرى اللي احنا نقدر نغطي فيها عجز دي انها هتبقى مهمه جدا يبقى من خلال البرنامج ده يبقى في سفر لباحثين يبقى في تعامل معاهم ده يعني من النقاط الرئيسيه اللي زملائنا اللي بيحصلوا على الدكتوراه من الخارج انه ما يقتصرش فقط الحصول على الدرجه ولكن التعاون المستمر بعد ذلك سواء سفر ليه او سفر من حد تلميذه. ده خلينا ارجع لك لنقطه مهمه. احنا اللي بيسافر بره ما بيسافرش بس عشان يحصل على درجه يعني ولكن لنقل ثقافه البلد اللي هو فيه. انت شايف الفتره اللي حضرتك قضيتها ال4 سنين كان في اللي بيسموه اللي هو ايه الميكس بقى او التبادل الثقافي لان المبعوث ده اولا بيمثل مصر ثانيا بيمثل جامعته فلو اوريدي هو ادى سمعه كويسه الراجل حضرتك بتقول جه هنا الجامعه وشاف بعد كده لو اي حد قدم من مصر مش من جنوب الوادي فقط هيبقى عنده انطباع اولي عن الباحث المصري. اقول لحضرتك حاجه يعني الناس دي انا جبتهم في شهر 9 او اخر 8 يعني الجو المصري اللي هو الحار ده بالنسبه لهم تحفه في اوروبا عموما. لا بس كان شمس يعني شمس الصيف حاجات فالناس يعني الحمد لله يعني واخدين سمعه كويسه الحمد لله بعت اكثر من اكسبتنس لزمايلي في جامعه الوادي او في سوهاج او في القاهره يعني فالناس يعني لا يعني الحمد لله احنا عملنا سمعه كويسه حابين التعاون معانا. انا حاليا يعني عملت برضه حاليا شغالين في مشروع مش مشروع يعني فاندد لا مشروع بحثي مع جامعه الازهر كليه الهندسه ومع بروفيسور هناك شغالين على حاجه في استرايك الالومنيوم. جميل. وبرضه ما اخذت برضه تعاون من جامعه سوهاج برضه مع الجماعه هناك فالحمد لله يعني انا الناس دي مش ان شاء الله باذن الله يعني مش ناوي اسيبه يعني ناوي اكمل شغل معاهم ناوي برضه لو في اشراف رسائل يخش معانا فيه انا يعني مديهم الفكره لو في ممكن حد يخش اشراف رسائل حتى لو عن طريق سكايب بالظبط مش لازم اسافر يعني. جميل. فبرضه الناس ما عندهمش اي لا والقواعد عندنا تسمح باضافه اي مشرف طبعا من بره وكزيارات كونفرنسز في المستقبل الناس يعني الحمد لله واخد موافقه من اكثر من واحد ممكن يجي يزورنا. تمام. ومن الناس اللي هم ويل نون مني مش اي حد برضه. ده شيء جميل جدا وشيء يعني بيدي جامعه جنوب الوادي كمان ثقه اكبر بالذات في اوروبا. احنا الحمد لله دلوقتي معروفين على مستوى الجامعات الاوروبيه كتير قوي. قبل ما نهبط بقى وننزل مصر خلينا ما نسيبش المجر وناخد منها ناخد منها بعض المواقف الطريفه اللي حصلت معاك في ال4 سنين دول. اكيد في موقف يعني كل ما تفتكره بتبقى مبتسم يعني. اول موقف هو انا اول ما رحت هناك ما كنتش عارف من قصه الكورسات دي. كويس. وسط المقررات اللي هتدرسها. وسط الامتحانات وكلام زي كده. انا فاكر زي دول اوروبا الواحد بيكتب رساله اشتغل عملي ورساله واغلب اوروبا بيعتمدوا على الكورسات والكريدت اورز بتاخد على الاقل. ايه انا كنت في جيرمان كنت في المانيا ما المانيا لا المانيا هناك في بعض الجامعات في المانيا والله على كنت في اوجسبورج يونيفرستي بس كانش كورسات ما كنتش عارف نظام الكورسات ده.
مش عارف حتى مش عارف مصر. أنت موجود في بعض الكليات في الطب في العلوم. لا علوم لا علوم. فأنا قلت حطيت قلت هنا قلت خلاص كده. يعني حتى قلت لمشكلتي هنا قلت له بص ما تغيرش التسجيل بتاعي ممكن أرجع لك يعني. وحتى كان البعثات بعثوا لي مرتبات فقلت لا مش هصرف أي حاجة مرتب بعثات غير لما واخترت أصعب كورس. قلت أشوف أنا بصراحة الواحد برضه طالع مش ما عندوش ثقة في نفسه يعني. فأخذت الكورس مع المشرف بتاعي. بس وداخل الامتحان كان حتى كان ايام الثورة يعني. حتى كان معايا زميل مصري يقول يتكلم معاه يقول له احنا في مصر الظروف سيئة ومش عارف ايه. بس بعيد انه هو ملوش علاقة. دخلت كنت حاطط دماغي خلاص يعني لو ما نجحتش في الكورس ده شنطتي والبعثات هذه فلوسكم اهي ما صرفتش منها حاجة وارجع مصر كلها محترمين في بلادنا. بس فدخلت الامتحان مع المشرف بتاعي. امتحاني كان الساعة 6 لغاية الساعة 9 ونص. بعد الامتحان قلت له هل انا هقدر اعدي امتحان الفاينل اكزام اللي هو الكواليفيكيشن اللي حضرتك عليه؟ هل هقدر اعدي 8 كورسات؟ قلت له خلي بالك جات تجديد. لو قلت لي لا انا هاخد شنطتي وارجع بلدي. لو قلت لي تبقى مسؤول عن النقاط. بس هو قال لي الحمد لله حتى اداني 4 من 5 في الامتحان. هو قال لي لو انا اديتك على اللي انت كاتبه اديك 6 من 5. لكن على الاورال لا 4 كويس عليك. فالحمد لله يعني ده كان اكثر موقف كله بتبقى اضحك على نفسي يعني. خلاص يعني لا لا لازم بجد عزيمه لازم بجد ثقه في نفسينا احنا مش وحشين. بس ف احنا مش وحشين دي خلينا ناخد منها نقطه ثانيه بقى. الباحث المصري بره تعتقد اللي ناقصه جاست بس امكانيات ومنظومه يشتغل فيها عشان كده هو بيبدا بره وبيدي صوره يعني. انا باحثين مصريين في اوروبا او في اي دوله رائعين في اسيا في اوروبا في الامريكتين يعني. احنا الجامعه ما شاء الله ما اعتقد ما فيش دوله ما فيهاش باحث مصري من الجامعة ومن مصر يعني. طيب نتكلم الصراحة. الصراحة طبعا. احنا كويسين كهاند وورك. كشغل معملي احنا رائعين. يعني بنعمل اللي بيطلب مننا لكن كبيز نظري لا. مش مؤسسين كويس. مش مؤسسين. واي باحث اي طالب دكتوراه سافر بره مصر عانى في اول 3 شهور من الموضوع ده. بس لما تديله الفرصة انه يتأسس لكن بعدين كويس. ما بعدين بنبدا نجرى بعدين بنبدأ. فانا يعني انا نفسي موضوع ان احنا نبني يعني نبني من 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 اولى جامعه ابني واحد ابني ريسيرشر ابني ناس تكون فاهمه مش كورس جاست يعني لازم تشتغل في كورسات اللي هي اندر جراد لازم نكون مواكبين الثوره العلميه الهائله اللي احنا يعني انت بتاخد واحد طالب بيصبر الصمام الصمام بتقول تعالى اشتغل في ماجستير في النانو خدته من او في المايكرو خدته من الهيستوري من السبعينات ل 2015 فانت اوريدي هو واخده في خلل. فاول حاجه لازم نهتم بيها عشان فعلا الباحث المصري هو يعني انا شايف زمايلي كتير بره كلهم ناجحين وكلهم بينشروا مجالات بس نتعب في اول 6 7 شهور او اول سنه كمان بالظبط لان احنا في جاب بين اللي احنا بندرسه واللي احنا بنشتغل عليه. محتاجين نبص للوائح شويه للكورسات اللي بتدرس نبص كويس على الكورسات ندخل حاجات كمان مرتبطه بسوق العمل رياده الاعمال المانجمنت نفسها كمان مش مقتصر على كليات التجاره فقط لازم كل الناس تدرس يعني رياده اعمال يعني ايه اداره كورسات حديثه برضه وطبعا انا مش بقول ان احنا نلغي البيزك لا البيزك يبقى موجود بس على الاقل يبقى في 3-4 كورسات كمان ادفانس وحتى البيزك يبقى موجود كشابتر 1 يس yes. في شابتر 2 شابتر 3 شابتر 5 بالظبط شابتر 10 بحيث يطلع برضه يعني ابدا من ملوش ماضي ملوش مستقبل فلازم اكون عارف اساس العلم الاول بس بعدين اقدر اكمل مش اقف عند الهيستوري لا يعني انا صح يبقى في بصه على الكورسات اصلا في كليه العلوم لان العلوم دي ام العلوم كنت علوم ام العلوم يعني بالظبط بتخدم في كل المجالات هذا بص شويه على الكورسات لكن كباحثين علميين الباحثين المصريين لا يعني انا حتى متابع على الفيسبوك على جروب بتاع شباب باحثات لا يعني ما شاء الله في واحد ناشر يمكن يطلع نشر حاسب من دكتوراه ما شاء الله في دكتور محمد عبد الله في السويد نشر 13 بحث فلا يعني المصريين ما شاء الله عليهم كويسين مش وحشين لما بيخش المنظومه بس احنا برضه كسيستم تعليم نساعدهم عشان يبقوا احسن. لا احنا نرتقي يعني نتمنى ان احنا نوصل لافضل وافضل وافضل. طيب برضه انا عايز موقف طريف ثاني خاص بعد الحصول على الدكتوراه بعد الحصول على الدرجه بعد المناقشه المشرف كده ما يعني انطباعه وتصوره والله هو المشرف بتاعي انا كلامه قليل يعني تمام هو ربنا عموما تعابيرهم برضه بتبقى فهو الراجل بعد الدكتوراه لقيته راح عامل كده
خد نفس عميق. خد نفس عميق يعني. فالرئيس اللجنه بيقول له انا حاسسك كنت خايف عليك اكتر منه يعني. قال لي اصل انا عارف محمد لو خد اقل من امتياز كان ما كانش فرح بالدكتور بتاعه. فهو كان الراجل خايف عليا اكتر مني يعني. يعني حتى قاعد في اللجنه يعني قاعد في اخر كرسي تحسه ستريس اكتر مني لما بعمل برزنتيشن. او الحمد لله الواحد يعني كان مواقفه كويسه ان لا ان وجدت كان في مصريين كتير وقفوا معايا، ناس كتير كانوا واقفين جنبي، لان انا كنت رايح من غرب الصوتيه لما رحت الدكتوراه فكنت لوحدي هناك. لا فجاه لقيت لك مصريين من كل الولايات اللي حوالينا اليوم، حتى كنت تعرف الدكتور شنودة جاي من مسافه لا يقل عن 6 ساعات بالقطر. فا لا يعني الواحد حس ان هو يعني فعلا ان المصريين بره مع بعض حلوين يعني مش زي شنودة. ده من التحسين المتميزين جدا جدا جدا. اصدقائي اللي قريبين جدا جدا مع بعض كتير معاهم. هو يعرف قصدك يعني. اعرفه كويس. خلينا ننزل مصر شويه نعيش الواقع بس بعد فاصل قصير ونرجع لكم مره ثانيه مع الدكتور محمد عز من قسم الفيزياء دكتوراه من المجال في الخاص الميكانيكيه للمواد. رجعنا لكم ثاني بعد الفاصل اعزائي المشاهدين مع برنامج البحث العلمي مستضيف فيه الدكتور محمد عز الدين من كليه العلوم قسم الفيزياء واحدث مدرس زي ما قال سيادته حصل على دكتوراه من المجال في الخاص الميكانيكيه للمواد. احنا كنا قبل الفاصل اتكلمنا عن رحله المجر كلها بما فيها وما عليها. خلينا نهبط الطياره الى مصر و استجابه نهبط لازم في حاجه دي في حضرتك. وبرضه انا من المجر ما اكتفيتش ان انا يعني درست فيزياء بس. كان هناك في جامعه اسمها قبود يونيفرستي، الجامعه دي يمكن درس فيها اللي هو صاحب مصانع فورد. فكانت عامله اعلان انها تعمل دبلومه في الكواليتي مانجمنت والبروجكت مانجمنت وتوتال كواليتي مانجمنت. فقلت انا طبعا انت عارف ان هناك انت كل شغلك بحث علمي فقط يعني، مش هناك مصر معاك تدريس وبحث علمي وكنترول. وبرده كان معايا بعض الوقت يعني الفاضي. فالحمد لله قدمت عليها. هي دبلومه لمده سنه كامله. بتاخد بعد الدبلومه الحمد لله حصلت على الدبلومه دي. فانا اخذت يعني ده برضه بالاضافه لشهاده الدكتوراه حصلت على شهاده ان انا كواليتي مانجر تابع للاتحاد الاوروبي، بروجكت مانجر، توتال كواليتي ليدر. عشان توتال كواليتي مانجر محتاجه يعني فتره اطول من الدراسه، فيبقى لك توتال كواليتي ليدر. برضه كنت الحاجات دي برضه اثرت معايا بالايجاب. انا اصلا كنت حتى قبل ما اطلع من المنحه كنت انا شغال في مجال التنميه البشريه، كنت شغال في تدريب في داخل الجامعه. فبرضه الحاجات دي لما انت درست هناك من اصلها وعملت برضه سيسس يعني انك لازم تعمل مش تحصل على الدبلومه هناك لازم تعمل رساله. فعملتها عن التحفيز ان انا كل ما اسمع هنا عن موضوع الجوده في داخل الجامعه الناس ما بتشاركش. فالحمد لله عملت رساله عن الموتيفيشن ازاي تحفز الناس، ازاي تعمل الناس عشان تنجح في الجوده لازم يشتغل معاك من العميد للعامل. لو كل دور ما اشتغلش معاك مش هتحصل على الجوده. منظومه متكامله لازم ولازم واحد كل دور بالظبط، ما ينفعش واحد يقوم كل الادوار. فالحمد لله كان حتى المشرف بتاعي بروفيسور مورنر مورنر حاليا هو رئيس الاتحاد العالمي للجوده. ماشي. يعني هو حصل عليها يمكن من حوالي اسبوعين يعني بعد الدهنه. فده كان مشرف على الرساله بتاعتي في فاشتغلنا على الموتيفيشن ازاي تحفز الناس. طبعا كنت في كلمه التحفيز المادي فقط، لكن لا يعني بعد يعني مشاوراتي مع الراجل ده وعملنا برضه كوستشنير هناك وعملت برضه داخل مصر هنا كوستشنير ايه ممكن يحفز الناس. فبرضه يعني اتعلمت منه ازاي تخلي الناس تشتغل معاك، الناس كلها تبقى انفولفد معاك في الشغل. برضه دي من ميزات انك تسافر بره، انك بتشتغل بتكون عندك الفرص انك يبقى عندك الوقت انك تقدر تشتغل في اللي انت بتحبه يعني سواء بحث علمي او كواليتي. انا كنت غاوي شغل يعني حابب شغل الجوده، حابب شغل التنميه البشريه. بس ممكن ناخد بعض ده جميل جدا ان الواحد عنده على الاقل تخصصات فرعيه بيسكن مواقفه فيها، مش شرط برضه يبقى فيزيكس بس يعني. فده جميل جدا. بتمنى ان حضرتك تفيد الجامعه كمان وتفيد كليه العلوم خصوصا ان هي داخل على موضوع الاعتماد بخبره حضرتك في هذا المجال. لو رجعنا لمصر واحنا حاليا دلوقتي فيها، خليني اسالك عن البحث العلمي في مصر. حضرتك شايفه ازاي؟ لو قلت لحضرتك معلومه ان احنا 90,000 باحث في مصر و
والميزانيه بتاعت البحث العلمي 11 مليار جنيه في السنه. هل شايف البحث العلمي ازاي دلوقتي في مصر؟ هستعين بتعليق جاله دكتور باسل يوسف، تعليقه عن الوضع ايام مبارك. قال لك خلونا احنا في جزر منعزله، فاحنا برضه حاليا في البحث العلمي في جزر منعزله. عشان البحث العلمي يعني انا البحث علشان يطلع البحث العلمي يعني انا البيبر اللي انا يعني نشرها عليها سته او سبعه. السته او سبعه مشاركين في البحث، مش واحد بس. مش واحد واحد وعمل البحث وكتب التانيين من جبل؟ لا. كل واحد مستوعب دكتور محمود. الواحد دي نقطه معينه اضاف لي البحث. بس بنسبه 50% او اقل شويه او اكثر شويه اللي هو الفرست اوسر. الفرست اوسر. تمام. لكن كل واحد في سته طبعا له دور. بالظبط. احنا بقى في مشكله في مصر هنا حاليا اللي انا يعني عارفها من زمان يعني مش من دلوقتي او ان احنا كل واحد فينا عايز يشتغل لوحده. اللي هو التيم وورك. وبرضه يعني حتى في لجان الترقيه لازم يكون بحث سنجل. ولو عارف حسب كلها سنجل يقول لك ما اشتغلتش مع الناس. ما بقيش شرط دلوقتي. ما فيش شعر كويس جدا بتلغى شعر السنجل يعني ممتاز. فهو المفروض البحث العلمي يعني كل ما يكثر عدد الباحثين على البحث الامباكت فاكتور هيزيد. بس يكون فعلا كل الموجودين في البحث مشاركين مش اسماء فقط. بالظبط. فعشان البحث العلمي سواء في مصر او في جامعه جبل الوادي علشان الرينك بتاعنا يعلى لازم نشتغل مع بعض. بلخص ده في التيمور. التيمور ده مهم جدا، وان يبقى الافكار تبقى متباينه وتعاون بين افراد القسم وبعضهم بين الكليات نحب بعض او نحب بعض يعني اول مره تناك المجر مش اللي تعمل فولدر على السيرفر تحط فيه كل نتائجك تقول له ازاي يعني؟ اوفر خد النتائج بتاعتي يعني اشرح لي ايه المفتاح. قال لي ما حدش بياخد نتائج حد. قال لي هو الناس بتبص عشان ممكن يضيف يساعدك. انت قلت لي عايز موقف كويس يعني. هناك عملت سيمينار السيناريو كده دكتور محمود ان احنا شغالين في بحث مش عارفين نقفله. تمام. فقال لي المشرف انت هتطلع تحط الكلب على السبوره وتحط على التنس تفهم وتقعد. تمام. وتكتب. بعد ما تاخد بقى الفيدباك من الناس. لا ما تتكلمش. ما تتكلمش بقى تاخد. تحط البحث كده حطيت الفيجر على السبوره. اوكي. اخواننا احنا مش فاهمين الفيجر. تمام. مش عارفين نكتب له دسكشن كويس. دسكشن اوكي. بس قعدنا ساعه الا ربع، بعد ساعه الا ربع نشرت البحث. حلو. ضفت ال 20 كان في لا طبعا لا ده التعاون بقى. ما احنا بنقول ده بحث علمي. انا لسه كان دليله في الورشه ان احنا الناس بتقدم على مشروعات وتتفاجئ بعدها انها اترفضت. ليه بقى بيقعد يخبي كده وحاوط على الموضوع عشان ممكن يتاخد. الحاجه برضه الاخيره ممكن اضيفها عشان البحث العلمي يجي في مصر ما ينفعش يبقى ده معمل فلان وده معمل لا ده معمل يعني انا هناك في المجر ما اعرفش يعني انا كان معايا الكي المفتاح اللي هو ماستر كي. ماستر كي. ماستر كي ده انا بخش فيه كل المعامل جاست ان اكتب اسمي انا اشتغل فتره كذا كذا. بالظبط. لكن لا هنا مثلا كل واحد دي معمل بتاعه كل واحد دي اجهزته ممكن يكون الجهاز موجود واحد واثنين وثلاثه واربعه نفس المكان. ثلاثة كوبي نفس المكان فبالشكل ده في حد ذاته كمان يعني اقدار للملعب للفلوس ويبقى في ثلاثه كوبي موجودين في قسم واحد بالاخر. عشان لو عايزين بحث علمي فعلا ينجح مش يبقى شعارات وكلام لا معامل تبقى مفتوحه للكل. اصل المعمل ده معلش حضرتك مش جايبه من بيتكم. ناس بتتحجج بنقطه ان انا هيجي ببوظ الجهاز مش هيبقى تحت اشراف سيادتك ان يبقى اي حد يجي يقيس اعمل حضرتك بالظبط جاست مانجر. بالظبط بتعمل وقت يعني انا كنت اروح اقيس سكان في السكان كانوا جايبين جهاز سكان محترم يعني غالي جدا من ناحيه بتاعت اوروبا. تروح البروفيسور يا محمد انت عايز تعمل ايه؟ تشرح له انت عايز تشتغل ازاي؟ بالظبط. هو بقى فاهم الجهاز بتاعه وكده فاهم شغلك يقول لك انت لا كفايه عليك ثلاث ساعات. كويس معاك التكنيشن اشتغل معاه. بالظبط. فهو اقدر اخش اي معمل. الجهاز موجود منه نسخه واحده في الانستيتيوت كله يا دكتور محمود. ده كويس لان انت بباقي الاموال هتجيب نسخه من جهاز ثاني انت محتاجه. مش شرط تجيب ثلاثه كوبي من جهاز واحد. فتح الدنيا على بعضيها خلينا نشتغل مع بعض عشان يجيب لك احسن. بالظبط. فكرتني بمقوله الدكتور احمد زويل لما سافر بره كان واخد القفل معاه وحطه على الدولاب ساعتها استاذه وكان ليه كده؟ لان احنا هنا نجيب كيماويات ونقفل عليها ونجيب اجهزه ونقفل عليها. نتمنى ان برضه يبقى في تعاون بحث كبير بين الناس. دكتور احمد زبيدي جاء زار الجامعه اللي بنكت فيها في اول اسبوع يعني كان منحوه دكتوراه فخريه يعني. فهو ان شاء الله عليه يعني خد اول ثلث ساعه يتكلم عن جامعه اسكندريه. اول ثلث ساعه من المحاضره ساعه يعني. والاستقبال الدكتور احمد زبيدي اخذه يعني طبعا انا كنت في السويد خلى واحد راسه كده كان بروفيسور فيلي في السويد ده رئيس القسم
وعلى علاقه شخصيه بالدكتور احمد زويل بيعشقه عشق جنون، ومعلق صورته في المكتب وراه. الصوره اللي هي دكتور احمد زويل والاهرامات دي معلقه في ظهره. لما جه سيره الدكتور احمد زويل ايام الثوره، تفتكر الخطاب اللي القاه في بعد 25 يناير، الدكتور فيلي ده هو بيتكلم على الدكتور احمد زويل بكى، واحنا كنا هناك قاعدين قدام بصراحه. قمه الاحترام ليه وقمه الزبون وقمه الحب لي هناك. نتمنى ان يبقى عندنا 100 احمد زويل سفير يشرف، يعني الدكتور احمد زويل سفير يشرف. لا كتير طبعا. نتمنى ان كل الباحثين يبقوا على مستوى البروفيسور احمد زويل. واحنا كنا في قريب في زياره لمدينه زويل، وان شاء الله حاليا في خطوات نهائيه لكتابه الاجريمنت اللي هتتمضي مع جامعه زويل ان شاء الله، يبقى في تعاون مستقبلي مثمر معاهم باذن الله. طيب ده بالنسبه للبحث العلمي في مصر، حضرتك شايف يعني نصائح اخرى غير اللي هو التيم وورك بقى، يعني ايه تاني؟ هل مصادر تمويل؟ هل طرح افكار؟ هل ربط بالصناعه؟ كل دي هو في حاجه بس اعتقد اتعملت، يعني اللي هو توجيه البحث العلمي في مصر. يعني حاليا معظم الابحاث، يعني انا برضه حصل معايا وقت لما رحت هناك، ف بيقولوا كان في استاذ تاني في معهد بعيد يعني في المجمع، فرحت اشتغل احضر المعلم معايا عينات يعني. فبيقول لي انت ايه جاي تشتغل ده؟ انت تشتغل سولار سيل، تشتغل تحليل مياه البحر. طب مصر عند بريوريتي يعني. قال لك انت مصر ما تشتغلش غير في كده. اوكي. تخيل واحد من يعني قال لك انت هو عارف البريوريتي بتاعت مصر في الفتره دي. قال لك ركز الدولة. فهي حاليا اللي انا شايفه، لا يعني في توجهات، الفاند كله موجه مثلا انرجي ووتر هيلز فود اجريكلتشر برضه المفروض يكون توجيه رسائل البحث العلمي في المجال دي. المفروض ان في خطط بحثيه بتوضع يا رأيي، بس في خطط بحثيه 50 للجامعه. نفسي ما يكونش كلام انتوا معقول ورا، لازم يبقى في تطبيق، في تطبيق ومتابعه، في كمان يعني التزام بيها بالخطه البحثيه اللي محطوطه لكل قسم لكل كليه، لان دي محطوطه برضو على الاساس الفعلي اللي موجود. احنا عندنا دلوقتي مشاكل في المياه، مشاكل في الطاقه، مشاكل في الفود، مشاكل في الزراعه، كل دي محتاجه مننا بيئه خصبه لكل ده. طبعا في، وبعدين الاتحاد الاوروبي في تعاون كبير قوي بيطرح استثمارات هائله في هذه المجالات. طيب بالنسبه للجامعه حضرتك بقى، يعني في نصائح سريعه قوي، ايه اللي شايف حضرتك نقدر نعمله كمان بالاضافه ان احنا عندنا في تحفيز يا عبد مالتي موتيفيشن لتحفيز في جوائز النشر العلمي في الجامعه، في المشروعات البحثيه اللي بتنزل اللي هي اول السنه. بس خلوا يعني جوائز التحفيز دي، يعني اكون ناشر بحث 4.2 الاخر يديني 290 جنيه. يعني انت عايز القيمه الماديه تزداد. عارف دكتور محمود لو خلوها معنويه فقط افضل من خليها 290 جنيه، دي اهانه. من هو المبلغ يعني بحث اكتر مطر 4.2 يروح عدد الاسر كتير بقى ومتقسم على. طب يا اخوانا ماشي، ما هو وصل بره مش هنا. يعني محتاجه مثلا زياده ال او انا لو اقصرها معنويا يعني مش لازم يكون مادي. ما هو يا مادي كويس يا اما خليه معنوي. يعني لو اداني درع انا بالنسبه لي احسن من 1000 جنيه 2000 جنيه. انت شايف القيمه المقابل المادي فيها اهانه. طيب يعني دي برضه من ضمن الحاجات اللي مطلوبه عليها، بس هي حاجه كويسه يعني. حتى يعني زمايلي حتى يعني في عمل سفاش كانوا يقولوا ما عندناش حاجه زي كده، او لا يعني اعتقد بعض الجامعات مش فيها، فهي حاجه كويسه جدا يعني. كانت من ضمن الافكار الجميله اللي تتعمل. لا حاجه مميزه، هي حاجه ممتازه، بس الباحثين يعني خليها ذات فاليو، يعني على الفاليو بتاعي. يعني انت مش عندك مش كل يوم بحث بتشوف في المكتب عالي يعني، خاصة في العلوم. والنشر في النهاية عايد على اسم الجامعة. طبعا بيزود الترتيب وبيزود. أنا أصلا يعني جاهدت معاهم جدا إن أنا أحط اسم الجامعة. ده لازم يعني. بس هو لا ما لهمش حق يرفضوا أصلا. هو الممول المنحة بتاعت حضرتك أو حتى لو تمويل جزئي البعثات المصرية. ما أنا حط أكنولوجمنت البعثات. بس الأبليشن بتاعك أنت ما زلت برضه باحث تابع للجامعة. بس هو كان كلام أنت شغال عندي شغال معايا. المهم في الآخر الناس يعني تفهم في بعض الاساتذه برا زملائنا ما بيردوش كلمه كتير. جنب الجنوب الغربي. يعني يا اما تعلق قيمه الحافز المادي يا تخليها حافز معنوي. طب شايف حضرتك فكره المشروعات البحثيه المموله من الجامعه؟ احنا عندنا السنه دي 11 مشروع ممولين باجمالي 250,000 جنيه. طبعا بمقارنه بالصفه البحثيه زمان كانت 56 جنيه، ده تقدم يعني مهول. واعتقد ان في برضه في المشروعات البحثيه في بريورتي برضه المواضيع اللي نازله في موضوع الطاقه وموضوع المياه وموضوع خاصه بزراعات القصب والسكر
اعتقد برضو احنا يعني في ربط بالوسط المحيطه بصراحه بصراحه حاليا الجامعه يعني يعني لا الجامعه هي يعني مقارنه قبل مسافر وحاليا لكن الجامعه احسن بكثير خاصه بالمجال البحث العلمي يعني يعني في معامل كثير اتعملت في اجهزه كثير جات في مشاريع كثير حتى لو 30000 و 20000 و 10000 ما كناش نلاقي الكلام ده احنا قبل نسافر كان كل صرف كان من جيبك على البحث العلمي بتاعك كان 250 جنيه 56 جنيه كانت شامل حاجه لكن لما اخد 10000 مثلا ثلاث ماجستير شيء ممتاز. طب شايف حضرتك عندك حضرتك افكار ثانيه ومقترحات اخرى ممكن ننفعها الساده المسؤولين لزياده البحث العلمي بما ان عندي النشر كمان النشر يزداد باسم الجامعه؟ اه ممكن لا لو انا مثلا يعني لو اخلي المشروعات دي يعني حضرتك موالتي 30000 يقول لو انت نشرت مجلة ذات امباكت فاكتور عالي هدي فند ثاني للنشر يبقى في يعني استمراريه مش انا يعني ان في ناس ممكن تعمل مشروع خلاص وتركنه لا خلي فيه انكرجمنت انك انت بعد وخليه المشروع فقط المشروع مثلا او 30000 ده لو انت نشرت منه بحث او اثنين هنخلي فيه قيمه معينه للبحث ده مكافاه لو ممكن ارتب حضرتك المجلات يعني توب منها في الاي اس اي لان ما حدش يعني بس حضرتك خلي الترتيب برضه على كده يعني مش الترتيب برضه اخلي مثلا في حاجه لا ممكن اخليها ليفل يعني اول 50 مجله مبلغ كذا ثاني 50 اول 10 مجلات مبلغ كذا وبرضه اخلي في حاجه ثانيه مثلا نفترض دكتور محمود شغال في موضوع معين الموضوع ده مشى فيه شوط كويس ومحتاج فند اجي اعمل انا وصلت لكذا ومحتاج كذا ممكن يبقى فيه ري فند او فند فند بحيث الموضوع مثلا ما يقفش عشان خاطر الفند هو اوريدي يعني عنده الموضوع شغال هو خد فند اوكي بس الفند وصل لمنطقه متقدمه جدا تمام ده محتاج انه يقدم يعمل ايفالويت اللي هو وصله فبالتالي تعمل له كو فند ثاني دي افكار جميله قوي. طيب حضرتك دلوقتي خلاص بقى هتبدا تدخل في التدريس واذا كان في اشراف في البحث العلمي شايف يعني هتعمل ده ازاي في الفتره القادمه؟ هل هيبقى في فكر جديد في تطوير في موضوع البحث العلمي الخاص بالموضوع بتاعك؟ والله يا دكتور محمود هو يعني برضه البعيد البحر عوام يعني انا عندي افكار كتير يعني بس هل اعرف اطبقها ولا لا؟ لسه ما يعني ما دخلتش في يعني نفسي انا ادرس زي ما يعني انا واخد تي او تي وبدرب داخل الجامعه والحمد لله يعني مدرب مش وحش يعني مش هدف المتدربين نفسي اخلي تدريس الفيزياء تدريب يعني نفسي انقل نفسي اتغير من ثقافه التلقين والحفظ لان انا اعمل مجموعات زي ما الطلبه بتحب التدريب اخليها تحب الفيزياء ده بيسموه الاكتف ليرنينج فيعني نفسي يعني بس انا ما اعرفش هل هقدر ولا مش هقدر يعني ما اقدرش هو الاكتف ليرنينج برضه انا واخد فيه دوره من الناشونال اكاديمي اوف ساينس امريكيه العدد بيحكمك العدد ما انت لازم برضه أيوة. يبقى فيه تطبيق بس ده برضه الجامعات الخاصه بتطبقه سيكشنز يعني انت ممكن تدي المحاضره ثلاث مرات في الاسبوع بس في النهايه هيبقى عندك اوت كام ممتاز لان كله هيفهم بدل ما تدي 200 ستودنت في الكلاس لا بيتقسموا ممكن يتقسموا على ثلاثه وتقدر تدرس كل مره 50 طالب او اكثر يعني انا هتبقى ثقافتي شد نفسي يعني تدرب زي ما بتدرس بالظبط ما يبقاش التدريس اللي هو العقيم اللي احنا بنتكلم عليه. خلي بالك ان الطالب برضه بيبقى او سموه اكتف ليرنينج لين الطالب بيبقى دماغه شغاله معاه مش مجرد متلقي المعلومه لا هيشتغل ولا اعتمد حضرتك الاكسرسايز والتريننج. يا دكتور محمود حضرتك لو حضرتك قاعد في المحاضره والمحاضره 10 دقائق بتنام حضرتك شخصيا او انا شخصيا بالظبط مش طالب بس بالظبط لو متلقي متلقي لو متلقي لا مش شرط المحاضره صح او انا نفسي ان انا ادرب مش ادرس. بالنسبه للبحث العلمي نفسي كل انا كنت جايب معايا طبق ماي بالراس كان كل حاجه كل معلومه الطالب يكتبها يعني يعني كنت انا اول مره عايزين نقيس السكان عايزين نقيس الاكس ار دي عايزين 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 فهو كان كل سؤال ليه عايز اكس ار دي؟ اقول له عشان نقيسه ليه عايز كده؟ هو نفسي برضه انقل الثقافه دي ان الواحد يبقى عارف عايز ايه بالظبط مش بتعمل النقطه دي مش شغال عشوائي فهو يعني الواحد الحاجات اللي هو بسبب هناك نفسي ان انا يعني اقولها بس مش بكلام بالفعل يعني شوفني بعمل كده عشان هو يعمل كده ده معناه ان الباع يعني حضرتك هتنقل بقى ثقافه التفكير البحثي في الموضوع يبقى انا عندي مشكله وادور لها على حل مش مجرد ان انا عايز اعمل رساله ماجستير او رساله دكتوراه وخلاص فدي انا اتمنى انها تبقى تنتقل للباحثين الشباب ربنا اكرم واخدت تلاميذ بحث علمي يعني العلاقه اللي بيقول لي اخلص او ما اخلصش النشر
ده المقياس. انشر خلص بالظبط. صح. وعلى الاقل النشر هيبقى يعني نتيجه طبيعيه لان انت عامله وهيفيده وغير ده اثبات عمليه على ان هو شغال صح وعلى زي الكلام. حتى لو في ماجستير بحث في الدكتوراه بالظبط مش هيبقى كتير يعني هيبقى في قيمه بس يبقى فعلا طالع ماجستير دكتوراه عدد ابحاث يعني مش وحشين. وجود بابليكيشن يعني في ليه؟ لان هو دلوقتي انت لو شفت حضرتك حصل على الدكتوراه وكان بيبرز معاه وكان لسه مكلمين ده في الورشه عن القصه اللي انت لازم عشان تقدم على بحث رئيسي في مشروع محتاج يبقى عندك سي في، محتاج يبقى عندك اتش اندكس، محتاج يبقى عندك سيتيشن، محتاج يبقى عندك بوبليكيشن. حضرتك مثلا معاك كام تلميذ مدرستك؟ يعني اديك ضرب حوا شويه. يعني 10 ما شاء الله. لو كل واحد من 10 دول نشر بحثين مثلا المحصله كام؟ 20 بحث في باك فاكتور نص. فده هيفرق طبعا 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 مش ان انا وعشان يبقى الفلوس رايحه مصروفه صح بالظبط والوقت اللي ضايع اللي ضيعته انا مش انا عمرك هتسال عليه يعني طبعا. فلازم الفتره الزمنيه اللي انت شغال فيها مردود، المردود ده يجي من النشر يعني. وده النقطه الاساسيه اللي احنا اصلا برنامجنا يعني بيسعى بيه تذكير الناس دايما نشر علمي نشر علمي باسم الجامعه. نتمنى في الفتره القادمه ان الجامعه يبقى ان شاء الله باذن الله مستواها يصل لمصاف الجامعات العالميه في موضوع النشر. خليني اسالك برضو لو احنا بحث علمي واحنا جنب جنوب الوادي متوسط منطقه الصعيد، شايف علاقتنا ايه بالمجتمع الخارجي؟ والله بص يعني خد دوره تخطيط استراتيجي مع الدكتور جمال كمال الدين يعني. فهو بيتكلم ان احنا جامعه في حاجه من المحور الذهبي حاليا المثلث الذهبي فاحنا السنتر بتاعه. احنا جينا في عدد كبير منطقه صناعيه، عدد كبير من المصانع، فدي ممكن تكون نقطه قوه ممكن تكون نقطه ضعف. نقطه قوه امتى؟ ان يكون في تعاون مع كل المصانع اللي حوالينا، مع كل المجتمع المدني اللي حوالينا. مع نقطه ضعف اللي هو ما فيش تعاون بيننا وبينهم. بس انا برضه يعني زي ما قلت لحضرتك موضوع الالومنيوم حسيتني برضه ان هم برضه ما عندهمش الموتيفيشن والحافز اللي اشتغل معاه. هو مش قابلك. مش 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 فاهم مش قابلك مش فاهم نقطة القبول دي دي واحد صعب. يعني اللي عايز يعني النقطة اللي انا عايز اشتغل عليها ان انا اجرب وجهة النظر. كويس قوي. يعني انا نفسي مصر الالومنيوم بدل ما يروح يجيبوا لنا حد من بره يحل لهم مشاكلهم يعني الجا للجامعة. طب انت شايف الهدف ده ازاي؟ عدم الثقة. اقنع، صوت نفسك. سيل يور سيلف. ممتاز. نبدا في الخطوه دي ازاي؟ يعني مثلا يعني انا في دماغي ممكن مثلا اروح هناك ممكن نطلع مجموعه عمل من هنا زياره في مصر. انا عايز اعمل لكم محاضره عن الالومنيوم. جميل. واقنعهم انا كويس. كويس قوي. مش من اول مره يعني ادعوهم مثلا عندي هنا في الجامعه فاوريهم احنا بنشتغل ازاي. يبقى في حضرتك في جسور التنميه. لا يبقى في ناس رايحه. ده اعلان نازل حاليا كمان من الوزاره. فهو لازم احنا نروح لهم. عشان هم برضه يعني ممكن يكون في باد انديكيشنز عندنا من زمان. عايز ممكن يكون استعانوا بناس، الناس ما اقنعتهمش. بالظبط. فانت يعني لازم تتحرك. لا والله لو شايف كده حضرتك ممكن نكون مجموعه بحث ونروح بالاتفاق مع الاستاذ الدكتور محمد عماد رئيس الجامعه نعرض على سياده الموضوع ونعمل زياره يعني ونتسوق نفسيا. مش لازم الوني بس. يعني اول حاجه ممكن حضرتك توصلها للدكتور عماوي. العمالي الدكتور محمد العمالي ان هو مثلا نشوف يعني المصانع اللي حوالينا كلها ايه المشاكل اللي بتقابلهم؟ تمام يا دكتور محمود؟ يبقى مثلا الالومنيوم عندي مشاكل في كذا وكذا وكذا وكذا. مصنع مثلا الادويه، مصنع ادويه مشاكلنا كذا وكذا وكذا وكذا. مصنع يبقى احنا عارفين ونعمل مثلا مؤتمر في الجامعه يا اخوان ادي مشاكل الصناعه. محمود دكتور محمود سيد راجل متخصص مثلا في كذا. اعمل مجموعه يا دكتور محمود سيد تحل المشكله الكذا. يبقى احنا ننزل لهم ولو احنا حلينا مشكله واحده من عندهم خلاص هو اللي هيدور عليه. هو اللي هيدور عليه. انت اللي هتدور عليه. بس ان احنا يعني انا حاليا مش عارف هم ايه اللي شغال. انا عارف انهم بيقيسوا هارد، ناس بيقيسوا ميجا، بس ليه؟ صح. ايه اللي في دماغهم؟ ايه اللي عايزين يطوروه؟ ممكن بيقيسوها كشيء روتيني يعني مثلا انا يعني خصائص يعني انا حاليا شغال على حاجه معينه ممكن توفر على مصنع 4.5 مليون جنيه في السنه. بس انا شغال عليها وحدي. انا عرفت من مصادر خاصه ان هم محتاجين كذا. عندهم مشكله في المنطقه. فانا بس انا حاليا شغال عليها وحدي. طب ما حاولش حضرتك تعرض عليهم التعاون. هو لا انا
احاول بس الاول عايز حتى يعني انشو حتى يعني بحث مقبول بحيث ان انا اقول لك ادي بحث مقبول ان انا اشتغلت على كذا ووصلت لنسبه كذا. فهو برضه احنا عايزين ننزل لهم عايزين نعرف هم ايه المشاكل اللي عندهم هل احنا ما لو ما نقدرش نقول لهم ما نقدرش طبعا لازم يبقى في كمان مصداقيه في التعامل. بس هو اللي اتعلمت برضه ان انا درست في ماركتنج في الكواليتي ماركتنج سيل يور سيلف مش احنا قاعدين في مكانك في برج عالي بعيد عنهم برضه بنعول عليهم هم اللي يجون ده لا انت اللي روح لهم انت اللي محتاج صناعه مش صناعه يعني ايه انت احوج ليهم منك. ده حاليا كمان قلنا ان في بعض المشروعات بتشتغل في التمويل ان يكون معاك شريك من الصناعه وحتى لو ما بتشتغلش دكتور محمود وفي صناعه هتعمل لها هتزود من الاقتصاد وده بيعود على الاقتصاد المصري بشكل كبير. ما هو البحث العلمي كده ما هو البحث العلمي لو مش كده يبقى انت ويست يور تايم ويست يور ماني. بالظبط. ولو بصينا لبعض الدول اللي هي يعني هي عندها اقتصاد عالي جدا كلها بادئه بالريسيرش والديفلوبمنت ماليزيا الهند كوريا الجنوبيه كل الدول الهند النمور الاسيويه النمور الاسيويه يعني الهند بصراحه عندها الار دي ده حاجه من الاساسيات. انا عارف المصنع فيه ارض لازم كل مصنع بس هل فعال ولا مش فعال؟ مش مهتمين بيه مش مهتمين بيه مرتبط اقل مرتبات لان هو مش واصل له ايه المعنى الحقيقي للارض دي لان الارض دي هو المصنع. بالظبط. لو ده خلاص لا لا يعلم مستوى الانتاج مصنع طبعا هو الارض دي كل مشاكله في المصنع لازم تصب في المكان ده وهو المكان ده يبقى الطب في المصنع لان هو ده بيدي الخريطه بتاعه سياسه الانتاج كلها. وبرضه في حاجه مهمه ده كله بيتم على ليدر شيب التوب مانجمنت اذا كان عنده توجه اتيتيود مهتم بالريسيرش يبقى المصنع كله مهتم بالريسيرش. بالظبط. مش مهتم بالريسيرش المصنع كله مهتم بالريسيرش. نتمنى ان شاء الله في فتره قادمه يبقى في ربط بين الصناعه والجامعة الجنوب الوادي في مجال البحثي ويبقى عندنا ان شاء الله تطوير في هذا الاتجاه. دكتور محمد عز انا سعدت جدا باللقاء معك النهارده واتمنى ان احنا نلتقي مره ثانيه ويكون كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها تحقق منها على الاقل ولو جزء بسيط على ارض الواقع ونتمنى لحضرتك التوفيق في البحث العلمي في مجال حضرتك القادم واسعدتنا كثيرا باللقاء. شكرا خاصة محمود وحضرتك دكتور محمود يعني على استاذي يعني اولا واخيرا حضرتك استاذي ودرستني وحضرتك من الناس اللي الواحد بيحترمها فعلا يعني وعاجبني يعني اكتف تشتغل تتطور مش قاعد في مكانك فحضرتك يعني قدوه لنا كلنا بامانه يعني. دكتور محمد شكرا لحضرتك وشكرا انا سعيد جدا بيك. كنا النهارده في حلقه مميزه من برنامج البحث العلمي مع الدكتور محمد عز حصل على الدكتوراه من المجر حديثا في الخواص الميكانيكيه للمواد. نتمنى نلتقيكم في حلقه قادمه على خير ان شاء الله مع باحث متميز اخر من باحثين جامعه جنوب الوادي لوضع جامعه جنوب الوادي على منظومه البحث العلمي ان شاء الله من خلال الحوارات والنقاشات مع الساده الزملاء سواء خارج الوطن او داخل الوطن بجامعه جنوب الوادي. اشوف حضراتكم على خير.